أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي الكرام، جئتكم اليوم بتطبيق آخر في مجال آخر لطالما استفسرني عنه الكثير من الإخوة. هذا التطبيق هو مندرج تحت ما يعرف بالتطبيقات الدينية، وتحديدا تطبيق أساسا يوفر الخدمات المتعلقة بأوقات الصلاة. إذن دون إطالة نذهب إلى تطبيق السلام، تطبيق تحت عنوان السلام. إذن ها هو أمامكم، بإمكانكم تحميله بأحد اللغات الثلاث: العربية، الفرنسية، الإنجليزية. ما عليكم إلا أن تكتبوا السلام بالعربية أو السلام A majuscule deux S A L A M أو شيء من هذا القبيل. أعتقد هذا هو الأورتوغراف بالفرنسية ولا الإنجليزية. ولمن حار في الأمر، ما عليه إلا أن يكتب السلام باللغة العربية ويمشي الابس دو ديفلوبر ويشوف كاع لي زابليكاسيون ديال هذاك ديال ديفلوبر، وغادي يلقى ثلاثه ديال انواع ديال السلام، فاللي يختار ما يريد. اذا هذا التطبيق هو في الحقيقه في فئته ليس كاملا، والكمال لله عز وجل، ولكنه في الحقيقه يشتمل على مجموعه من الخاصيات، اهمها خاصيه يعني منبه أوقات الصلاة. فمجرد تحميل التطبيق وبدء تشغيله لأول مرة، يطرح عليكم سؤالان الكلاسيكيان. السؤال الأول أنصحكم بأن تجيبوا بالإجابة بنعم، هو هل تسمح لتطبيق السلام باستعمال الموقع، نظام تحديد الموقع ديالك، لا لوكاليزاسيون. لماذا الإجابة بنعم؟ حتى يتمكن من تحديد موقعنا، وبالتالي يعطينا أوقات الصلاة بدقة. والسؤال الثاني كبقى اختياري، اللي هو هل تسمح له بخاصية لنوتيفيكاسيون بوش، وهنا كل واحد وقراره. إذن الواجهة الرئيسية هي هذه، كنوجد فيها في الأعلى هاد ليكون ديال بوتون، وهاد بوتون غادي نرجعوا لها من بعد، تشتمل على مجموعه من الامور. وانفصل ليها ايضا على اليمين مباشره في الاعلى بوطون اخر الا بغيت تكونيكتا بالكونت فيسبوك ولا تويتر. بيني وبينكم ما لاحظتش شي فرق ما بين انني تكونيكتا ولا ما تكونيكتاش، ولكن تقدر تكونيكتا بهذا الشكل. تكليكي عليها لوغين، يعني غتكتب اللوغين ديال تويتر ديالك هنا. هنا كيقول لك لم يتم تسجيل الدخول، وإلا كتبته ما غاديش تظهر لك ديك الرسالة. لنجد في الأسفل على اليمين هذا موعد موعد الشروق، وأمامه قبالته الغروب 4:57. وفي الأسفل كان أوقات الصلاة اللي هي 5:22 الصبح. هذا طبعا الحركة بالنسبة للمبصرين واضحة المعالم، ولكن بالنسبة للمكفوفين نوعا ما ديال التركيز مستعملي فويس اوفر كما القاعدة، التحرك باليمين واليسار. 5:22 4:57 6:57 4:57 2:38 11:56 5:22 هذو الأوقات. ها هو 5:22 هذا الصبح، 11:56 الظهر، 11:38 العصر، 4:57 المغرب، 27 العشاء. طبعا هذه قابله، هذا الريغلاج اللي عطاه لنا بناء على لا لوكاليزاسيون، على تحديد المكان تواجد ديالنا، على انه بامكاننا نغير هذه القيم كما سياتي الحديث لاحقا. ولكن قبل ذلك، إذاعة القارئ أحمد العجمي. هنا ترون بالنسبة للإخوة المبصرين صور لمجموعة من القراء،
ما عليكم الا تحولوا من اليسار اللي من اللي عفوا من اليمين اليسار وغادي تغيروا القراء، وبالتالي غادي تختاروا القارئ اللي بغيتوا من هذا المكان، او تقدروا تختاروا حتى من مكان اخر. أذاعة القارئ خالد القحطاني. شوفوا مثلا هذه إذاعة القارئ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القارئ محمد صديق المنشاوي. بلاي. سمعوا حنا مداج. أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نكليكي على ستوب وغادي نسكت، غادي يسكت الصوت. بلاي وستوب هادو هما اللي يهمونا هنا. هادو ننصحكم هادو يحولوك الاب ستور اما للشراء، شراء الابليكاسيون المؤدات ولا الاعطاء الراي. ولا بغيت تدير فيسبوك لايك، الا بغيت الاعجاب صفحه الهيئه المنتجه لهذا الابليكاسيون وغيرها. طبعا تويتر. هنا دون اطاله نمشي البوطون اللي على الشمال في الاعلى باش نلقى ما يلي. صلاتي شنو فيها؟ الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه يعني الا كنت في شي مكان اخر غترجع للصفحه الرئيسيه هنايا. إذن ثم صلاتي فيها منبه مواعيد الصلاة، ها هما هنايا بار ديفو يكونوا غير مشغالين، والآن تشغل أنت أي وقت صلاة بغيت تسمع الأذان ديالو ما عليك إلا تدير هاهي ولا تأكتيفي، ها هما مثلا بغيت نشغلهم خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا أنا حر. تنسمع ديزاكتيفي ولا تاكتيفي. نعم. ثم في الاسفل نختار اين نوع ديال الاذن اللي بغيت. بار ديفو راه مكه، ها هو الا بغيت تسمعو ما عليك الا تكليكي تكليكي عليه. المفروض تسمع واخا غادي نشوفو. لعل السر في عدم اشتغاله وإلا فهو سيشتغل هو أنني أشتغل الآن بوحد البرنامج لتسجيل هذه الحصة، ولا يمكن لتطبيقين مشاركة ما يسمى بالبارامتراج أوديو ديال الآيفون في نفس الوقت، وإلا هنا هذاك ما كاين تما. تختار أسلام. نوع الأذان اللي بغيت من بعد ما تكون شغلت الأوقات اللي بغيت تشغلها. إذن ثم مساجد حول اتجاه القبلة. اتجاه القبلة ها هو بالنسبة هو في الحقيقة لحد الساعة مازال ما عثرتش على شي حاجة صوتية، كلهم كيعتمدوا على مؤثرات بصرية. لاحظوا معايا بالنسبة للإخوة المبصرين أنه نبقى نغير نحول اتجاه الآيفون، منين يلقى الاتجاه ديال القبلة يتغير لون القبلة إلا اللون الحقيقي يولي كولور ما يبقاش نواري بلون، فهذا هو الاتجاه الصحيح كما تشاهدون الآن. ثم اتجاه مساجد حولي. مساجد حولي ما هو مسجد خالد بن الوليد يبعد، مسجد لله خديجة يبعد متر عن موقعك. هذا يبعد والسكات متر عن موقعك، خصك تغير اللغة العربية تردها عربية. سمعوا دابا الآن بالنسبة للفويس اوفر. مسجد لله خديجة يبعد 3874 متر عن موقع. إذن هذا بعيد حوالي 3 كيلومتر. نشوفه مسجد الفردوس يبعد 1304 متر عن موقع. هذا حوالي كيلومتر، هذا مصنفين فيه المساجد الكبرى. مسجد الأمة يبعد 921 متر عن موقع. ما كاملش كيلومتر.
مسجد الأمام الشاطبي يبعد 793 متر عن موقع مسجد منصور ذهبي يبعد 3558 متر عن مين أسستغتا مسجد القدس يبعد 1706 مسجد العرفان يبعد 2008 إلى غير ذلك. هذا مساجد حولي أدوات مساجد حولي. هذا بالنسبة للصلاة فيها هذه الأمور. كين أدوات أدوات فيها الدعاء إلى بغيت مثلا أذكر الاستيقاظ من النوم ها هي تكليك عليها لا إله إلا الله وحده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره أدعية مختلفة ما يقول إذا وضع ثوبه الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا دعاء الدخول الخلاء إلى غير ذلك دعاء الدخول الخلاء. إذن أدوات كين الدعاء الحرف لا الدعاء المسبحة بلا إلكترونية المسبحة الإلكترونية اللي بغي يسبح إلكترونيا المسبحة بلا إلكترونية هنا ما عليه إلا يكليكي الحرف رزتي فوم بطن سبع اثنان هنا ايفون لطيف سبدوز ايفون بطن سبدوز ايفون صافي تو ايفون يكليكي هنا ها هو غادي يقرا هنا سبحان الله ها وحده هيا 01 سبدوز ايفون يزيد سبدوز ايفون هيا 02 بالخصوص بالنسبة لبدون فويس اوفر كتكون عملية بزاف لمن يريد ذلك إلا بغى يرد الوضع طبيعي الأول كما كان عليه قبل ما يبدأ يسبح ريسيت ايفون يدير ريسيت ايفون وغادي تولي هنا 00 ثم دعاء المسبحة بلا حاسبة الزكاة بالنسبة اللي بغى يحسب الزكاة ديالو هما هنا يعني الأنواع واش الجمال واش إلى غير ذلك الأنواع ويحسب بدون ما ندخل في التفاصيل المسبحة حاسبة التاريخ الهجري ها هو بقي هنا واحد ناقصة وهو أعطاني التاريخ الميلادي 28 نوفمبر 2014 وعطاني 1436 وعطاني 6 في الحقيقه اليوم حنا هنا عندنا 5 هنا مازال ما داروش لا فالور فاريابل دابا هاد لي زابليكاسيون كل وحده فيها واحد الناقصه وفيها دي زافونتاج اخرين هذه اللي حد الان ناقصه نتمنى يتم تداركها ان شاء الله بالتواصل مع المطور يمكن ما ينبهوا لان الانسان يقدر هنا يديروه هنا 1436 كما في واحد لابليكاسيون كنت شتها تقدر دير الكوريكسيون كما غادي نوضح لكم في اوقات الصلاه يعني يعطيك الحق باش دير الكوريكسيون هجري المسبحة بلا التاريخ الهجري إسلاميات هنا متفرقة اللهم صل على سيدنا من أسماء الله الحسنى صلاة على الرسول أنا العبد لسوف أعود يا أمي ألا صلتيا طلع البدر علينا إلى آخره إسلاميات متفرقة التاريخ الهجري حاسبة إسلاميات ثم جهنا القرآن الكريم المصحف الصوتي إلا بغيت تسمع المصحف الصوتي فراحتك هنا وبالخصوص بالنسبة لصحاب فويس اوفر اختاروا القارئ القارئ عبد الرحمن السديس القارئ سعد الغامدي القارئ سعود الشريم القارئ عبد الباسط عبد الصمد مثلا يختار القارئ عبد الباسط عبد الصمد ويشوف سورة الفاتحة ها هي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صافي رتور ويدير غوتور ديالو إذن لاحظوا معايا تصبح الحقيقة القرآن الكريم البحث القرآن المصحف الصوتي مصحف الصوتي هنا القرآن الكريم طبعا هنا تقرأ تختار هنا الصورة بغيت القرآن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بغيت في نفس الوقت سمع بسم الله الرحمن الرحيم إذن القرآن الكريم القرآن هنا كاين واحد القرآن المصحف البحث القرآن الكريم البحث هنا البحث إلا بغيت تبحث كاين واحد القاعدة بيانات بسيطة تقدر تبحث فيها على شي أمور بسيطة البحث وكاين
الاشارات المرجعيه. هذه الاشارات المرجعيه الا كنت تقرا القران اشارات مرجعيه وقفت في شي صوره بخصوص الصور الطوال وبغيت دير شي اشاره مرجعيه فين وقفت فممكن لا يوجد اشارات مرجعيه لا يوجد لان ما درتش انا شي اشاره مرجعيه دير اشاره مرجعيه في المكان اللي كنت فيه في قراءه القران واترك لكم الاكتشاف ذلك الترجمه والتفسير هنا تختار اللغات تفسير الجلالين تفسير الجلالين كيقول لك ها اللغات ديالو هنا نخلي لكم ايضا الاكتشاف ديال هذه المساله الترجمه والتفسير ثم تجي هنا الاعدادات الاعدادات فيها هي الاعدادات هذه المساله ديال اوقات الصلاه الا كان شي ديكالاج الا كان واحد عدم الضبط في اوقات الصلاه بالنسبه للمكان اللي انتم فيه ما عليكم الا تجيو مثلا بحال هنا عندنا 522 الصبح ونشوف انا في اليوميه عندي واش انا بصح المدينه ديالي 522 مثلا سيبوزون كانت 520 ندير موانزا موانزا ونوليو هاي ولات 520 ولا كانت كثر زيرو هي ما فيها لا موالا بليس إلا كانت كثر ها هي غادي نطلع ديك القيمة الفوق هاي ولات دابا 524 إذا أنا نردها زيرو ونفس الشيء في الأوقات الأخرى كاملة وهنا كيبين لك باللي راه تقدر دير انجليش ايفون يعني تردها انجليزية هذا التطبيق من هنا أيضا تقدر تردها غير انجليش ولكن فرونسيز خصك تمشي تيليشارجيها من اب ستور هنا الا بغيت غيرت المكان وبغيت غير من هنا تغير لا لوكاليزاسيون غير من هذه لوكاسيون تكليك على هذه لوكاسيون غادي تغير مثلا سافرت وبغيت يتبعك هو غادي يحاول يتبعك بلا ما تقول له انت ولكن الا ما تبعكش بشكل اوتوماتيكي تغيروا هنا مانيوال هاد غير صور يعني الا بغيت لا فيرسيون كومبليت وهذه باي باش تمشي للاب ستور باش تعطي لا في ديالك على هاد لابليكاسيون الاعدادات الخروج من فيسبوك الخروج من فيسبوك لاننا راني داخل بالفيسبوك لهذا التطبيق من نحن ومن نحن هنا يعرفوا بنفسهم ويعطيوك واحد فرمان لتطبيقات ذكيه فرمان لتطبيقات ذكيه يعطوك بعض التطبيقات ديالهم ها هو يقول لك انت الان راك في السلام ولكن إلا بغيت تشوف هاد لي زابليكاسيون هما عندهم البعض منهم هنا هذا تقريبا أهم ما في هاد الابليكاسيون إذن غادي نرجع هنا الصفحة الرئيسية منين بديت هذا هو أهم ما تتميز به هاد يتميز به هاد التطبيق في الحقيقة إيجابيته أكثر من سلبيته أترك لكم المزيد من اكتشافه إلى أن تجمعني بكم حصة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.